يابا دجاجة مشوية ومحشية تابعونا. جيب كاسة نخلي بيها كمية زينة فلفل أسود، عودين قرفة، كم ورقة غار، وراح نخلي تقريبا نص كوب ملح، نص كوب ملح، خاشوقتين إلى 3 خواشيق شكر، بصلاية أقطعها قطع لا على التعيين وأخليها هي والقشر فوق الخليط، وأترسها مي بارد وأبدي أخلط إلى أن يذوب عندي الشكر والملح. طبعا هاي الطريقة تخلي الملح يدخل داخل الدجاجة إلى النهاية وما تخلي بيها أي قطرة زفرة 100%. نجيب الدجاجة نخليها داخل الكاسة، إذا ما تغطت 100% بالمي نخلي فوقها شوية مي إلى أن تتغطى تماما. أغلفها كلش زين وأحاول أدوس النايلون إلى جوا حتى المي يدخل على كل الدجاجة. أشيلها أخليها بالثلاجة ليلة كاملة، ليلة كاملة. شوية بصل أجيبه أقشره وأقطع مكعبات شوية ناعمة، فصين ثوم ضربة ضربتين أشيل من عندهم القشر وراح أقطعهم شرايح خفيفة، جدر أخلي بيه شوية زيت وراح أخلي بيه البصل، رشة خفيفة ملح وأبدي أحمسهم على الخفيف إلى أن يصير لونهم شفاف، وأخلي الثوم وأطبخه دقيقة بس مو أكثر ولا أقل، بس حتى ريحته تبدي تطلع والنكهة مالته تتغير. للبهارات خاشوقة كبيرة فلفل أسود وخاشوقة كلش كبيرة ونص من البهارات السبعة أو 7 بهارات، خاشوقة كبيرة كاري، وأتأكد أنه أحمسهم كلش زين بالزيت النكهة مالتهم تبدي تتغير ويطلع عندنا غير طعم. نضيف فوقهم نص كوب بازاليا مجمدة، المجمدة أحسن من الفريش لأن القشر مالتها يكون كلش طري وينوكل بسهولة. أضيف فوقهم كوب كامل تمن وأحمسه ويا الزيت والبهارات والبصل والثوم والبازاليا. أخلي فوقها مي بحيث يصير عندنا أقل من أصبع فوق الارتفاع التمن، رشة صغيرة ملح أضوقه، أوكي تمام، أخليه يغلي وإلى أن يطبخ يصير عندنا التمن جاهز. هسه راح نسوي زبدة منكهة، زبدة عندي بحرارة الغرفة، راح أخلي فوقها شوية زعتر فريش بس راح أشيل من عنده الأعواد الكبيرة، أخلي فوقها خاشوقة صغيرة كاري، رشة زينة ملح ورشة زينة فلفل أسود، نخلطه كلش زين وصار عندنا هذا زبد منكه راح نستعمله حتى ننكه بيه الدجاجة مالتنا. ورق مال زبدة أجيبه أقصه أخليه على شكل مربع، أطوي مرة ثانية أطوي على شكل مثلث وأطوي من نفس الزاوية، بعدين أجيب مقص أقصه، ترى صار عندنا دائرة بيرفكت. بعد ليلة كاملة أجيب الدجاجة راح أشيلها أصفيها من المي وأخليها بصحن على صفحة. المي هذا نقدر نخلي بيه دجاجة ثانية وهم نقعه يوم كامل. إذا تحبون الجلد مال الدجاجة يصير كلش كريسبي راح ننشفه بالكلينكس كلش زين، لازم يصير عندنا كلش ناشف، وأهم شي ننظف الداخل مال الدجاجة، ندخل بالكلينكس ننظفه ونمسحه كلش زين. أجيب خاشوقة مال الأكل وأدخلها بين الجلد وبين اللحم، أفتح بيها مسام حتى أقدر أحشيها بالزبدة. راح نجيب الزبدة نلزمها بيدنا ونبدي نحشيها بين الجلد وبين اللحم، نحاول نركز على منطقة الصدر لأن هي هاي المنطقة اللي تنشف بسرعة عندنا أثناء الشوي. بقت عندنا هالقطعة الصغيرة راح نخليها داخل الدجاجة. بعد ما كملنا راح نسوي شوية مساج للدجاجة، نوزع بيه الزبدة على الوجه، راح نجيب شوية من التمن ونحشيه داخل الدجاجة، أكيد عندنا التمن بارد، حتى نسد الجلد مال الدجاجة إما نستعمل خيط أو نستعمل شيش، أنا أحب أستعمل شيش حتى أقدر أشيله بكل سهولة، راح أشكه يمنى يسرى يمنى يسرى أو عبالك دا أخيطها. حتى الشيش هذا لا يحترق بالفرن نجيب مقص ونقصه من فوق ونقصه من جوا. نجيب الدجاجة نخليها عصينية اللي رتبناها قبل شوية، نلزم الأجنحة مالتها ونكفلها ورا الظهر، نخليها بهالطريقة هاي حتى الجنح ما يحترق. هاليوم راح نشوي الدجاجة مالتنا بالفرن مال باناسونيك NNCT565M. صراحة هذا الفرن أنا كلش عجبني جبار، عبارة عن مايكرويف، عبارة عن فرن أبو البانكا، وعبارة عن جريل، ثلاثتهم مدموجين سوية ونقدر نشغلهم كلياتهم بنفس الوقت. هاي الطريقة راح يقلل عندنا وقت الطبخ بشكل رهيب بشكل رهيب. راح نسوي له انبوكسينج بالبداية، عندنا كتالوج اكيد كالعادة، عندنا هنا همين هذا كتيب مال طبخات نقدر نستعمله، عندنا هنا لزقات بالعربي بس ما راح استعملها، صحن قزاز مال مايكرويف، هاي الحلقة اللي نخلي عليها الصحن حتى يفر، واكيد عندنا شنو بطل الفيلم الفرن، خلي نفتحه ونشوف شكو بداخله. هاي شنو كوم اغراض داخله، اول شيء عندنا هنا مثل السيباية نرفع بها الصينيه لي فوق، وهاي الصينيه صينيه مال بيتزا نقدر نشوي عليها بيتزا، والصينيه اللي راح نشوي بها الدجاجه، وهاي اليد اللي نقدر بها نشيل الصينيه حتى ما تحترق ايدنا. قبل ما نسوي اي شيء نخلي الحلقه بداخل الفرن
خلي فوقها صحن المايكرويف، أهم شيء الصحن يقعد بمكانه حتى يفر بكل سهولة وتوزع عندنا الحرارة. حتى أجهز الفرن للدجاجة راح أدوس روست تشيكن، بعدين راح يقول لي اختار وزن الدجاجة مالتك. أنا دجاجتي 600 غرام، فراح أختار أقل وزن موجود واللي هو 900 غرام. وهسه ندوس ستارت. يدفع لنا هنا حرف بي، يعني بري هيتينج، يعني بيحمي نفس الفرن، بعدين نقدر ندخل بيه الدجاجة. بدأ يصفر عندي الفرن، افتح الباب، ادخل بيه الدجاجة، اسد الباب وارجع ادوس ستارت. 31 دقيقة تستوي عندي الدجاجة. اي 31، يعني حرارة مايكرويف تشتغل وحرارة الجريل وحرارة البانكة كلهم يشتغلون سوية. راح اطبخون الدجاجة هذه 31 دقيقة. بينما تستوي الدجاجة، هذا موقع شركة الحافظ اللي دزونا هذا الفرن الكهربائي من باناسونيك، عندهم كل المنتجات هذه بموقعهم، عندهم توصيل مجاني كل انحاء العراق والدفع اثناء الاستلام. بينما تستوي الدجاجة راح نجهز بطاطا مقلية. ايش راح نسوي؟ راح نقشر هالبطاطا بعد ما غسلناها كلش زين. اذا شفتوا اكو عيون سود داخل البوتيتا، تشوفون هاي بالصفحة مال القشارة، هاي نقدر نشيل بيها العيون السود بكل سهولة. هسه راح نسوي جريمة بعالم الطبخ، نجيب زيت نخليه على النار، بس شنو، الزيت بعده بارد، نخلي بيه البوتيتا ونشغل النار الى ان يبدي عندنا الزيت يفور ويطبخها للبوتيتا. صدقوني صح هاي جريمة، بس تشتغل ويطلع عندنا بوتيتا كلش كريسبي وما شاربة ولا قطرة زيت. صدق جربوها وادعولي. راح نصفي البطاطا ونخليها على كلينكس، اول ما يطلعون هم حارين رشة زينة ملح وبس، بطاطا صارت جاهزة. خلص الوقت، صفر عندي الفرن، يقولي تعال اخذ الدجاجة مالتك. يا الله بسم الله، نلزم اليدة طلعها من الفرن. الله، دجاجة محشوية محشوية، يعني مشوية ومحشية. هسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. خليت شوية تمن على اطراف مال الصينية. هسه راح اشيل الدجاجة المحشوية واخليها وين، نص الصينية. وهسه راح اوزع على الاطراف مال الدجاجة البطاطا الكريسبي. قبل ما نقدمها نشيل السيف، نفر شوية، باع شو اللي يطلع. ولا هاي الدجاجة المشوية. هسه صار وقت شنو، ناكل ونشهيكم. اول شيء خلينا نقص الفخداية. بسم الله، اوف very juicy. راح نقص بس على واحد هيج. تشوفون كمية الجوزز اللي بداخلها. السؤال الاول، شاهين البراين اللي سويناه، ملح وشكر فلفل اسود وبصل واي بهارات انتم تحبوها تقدرون تخلوها، وتنقعون بها الدجاجة ليلة كاملة. ليلة كاملة اهم شيء، حتى شنو الملح يدخل داخل الدجاجة ويوصل الى العظم، كلش مهمة هاي. اوكي، السؤال الثاني، شاهين شلون قدرت تسوي الدجاجة بطريقة كلش سريعة والجلد مالتها كلش كريسبي؟ الفرن هذا اللي وراي عبارة عن مايكروويف وعبارة عن فرن ابو بانكة عادي، اثنيناتهم مدموجين سوية. فمن خليت الدجاجة المايكروويف بدأ يشتغل والفرن ابو البانكة بدأ يشتغل والجريل اللي فوق هم بدأ يشتغل. ذولا ثلاثتهم اشتغلوا، المايكروويف طبخ الدجاجة من جوا، الهواء الحار والجريل اللي فوق قسب الدجاجة وخلى هذا الجلد مالتها كلش كريسبي. فانطبخت عندنا الدجاجة عبالة بالفرن بس بوقت كلش قليل، يعني تقريبا 30-31 دقيقة دجاجة مستوية. وإذا كانت الدجاجة مالتكم أكبر احتمال توصل 50 دقيقة، تعتمد. أوكي، السؤال رقم 3 وصلنا، البهارات والحشوة والتتبيلة براحتكم، أي نوعية تقدرون تستعملون وأي بهارات كيفكم. صراحة أنا أول مرة أستعمل هيك نوعية أفران، بس جدا حبيتها، جدا سريع. أهم شيء ما يراد لهاي مال 20 دقيقة لازم أحمي الفرن يلا أدخل الدجاجة، 5 دقائق 4 دقائق رأسا يصير الفرن حار أدخل بيه الدجاجة، وتطول تقريبا 40 دقيقة تستوي الدجاجة من فوق لي ورا، تصير الجلد كريسبي. كلش حبيته، يعني راح أستعمله طبعا دائما وأحاول أستغني عن الفرن القديم. شكرا باناسونيك وشكرا شركة الحافظ اللي دزونا هذا المنتج. راح أحط لكم مواقع التواصل الاجتماعي مالتهم، وراح أحط لكم الويب سايت مالتهم، تقدرون تسوون أوردر، عندهم توصيل مجاني كل أنحاء العراق والدفع أثناء الاستلام. تستلم هذا سلم فلوس، ما تستلم كل شيء سلم. أوكي عيني، هسه راح نبلش نرجع ناكل نكمل أكلنا. ضعوا لي الجوسز مالتها، شوفون شلونها سوبر جوسي. يا بان رمضانكم مبارك، في مال الله.